الرحمن الرحيم. طبعا بالنيابة عن كل أعضاء نادي سموحة وعن أعضاء مجلس الإدارة، زملائي أعضاء مجلس الإدارة وعن نفسي، إحنا طبعا سعداء جدا بتشريف الكابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود الخطيب طبعا حبيب كل المصريين وحبيب كل العرب وحبيب كل الرياضيين، وطبعا كلنا طبعا عارفين مين هو كابتن محمود الخطيب. هو أسطورة طبعا الكرة المصرية في مصر، هو رئيس النادي الأهلي، زعيم أفريقيا، هو الرجل الرياضي الناجح، الأخلاق العالية جدا، الهدوء، وبعدين الحمد لله ربنا أكرمه العمر الطويل قوي في خدمة النادي الأهلي، من لاعب وتدرج في مناصب مجلس الإدارة إلى أن رأس مجلس الإدارة طبعا، وهو من أحسن ومن أفضل من رأسوا مجالس إدارات الأندية في مصر. طبعا أنا شايف أن الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي وهم أحسن رؤساء أندية على مر تاريخ مصر. يمكن طبعا المهندس صبور يجي بعد كده، لكن طبعا الكابتن محمود الخطيب قدر يعني في وقت قصير جدا ان هو يحقق احلام الرياضيين واحلام النادي الاهلي واحلام المصريين في الفوز ببطولة افريقيا والفوز ببطولات كثيرة جدا. طبعا كرة القدم دي لغة ووسيلة اتصال ومرتبطة بحياة الشعوب، لكن فهو حقق نجاحات عملاقة كلاعب وكنجم، ولم يكتفي بذلك، لكن كرئيس نادي عمل بطولات كبيرة قوي ونتائج كبيرة قوي ونجح في كل البطولات، ويمكن السنة دي هو كسب كل البطولات اللي هو دخل فيها، فده حاجة جميلة قوي. احنا سعداء جدا ونفتخر طبعا بوجوده ونفتخر برئاسته للنادي الأهلي، وبنعتز بيه كإنسان مصري مشرف يعني استطاع أن يضع نفسه ومكانته في مكانة كبيرة جدا. وغير كده بقى أن وضع أن النادي الأهلي، طبعا النادي الأهلي نادي عريق ونادي مجيد ونادي طبعا حاجة نموذج يحتذى به على المستوى الأفريقي وعلى المستوى العالمي. هو حافظ على مبادئ الأهلي وحافظ على نجاحات الأهلي وحافظ على رغبة الأهلي في التطوير، واستطاع أن هو يخطو خطوات كبيرة قوي عملاقة في النواحي الرياضية وفي النواحي الاجتماعية في النواحي الإنشائية وفي انتشار النادي الأهلي على مستوى مصر، وأيضا في التسويق الرياضي وفي تحويل الرياضة إلى صناعة ناجحة، وإن أصبح النادي الأهلي طبعا هو من أهم العلامات التجارية مش في مصر بس وأفريقيا، في العالم، فبقى مصدر خير لأعضائه وللرياضة المصرية وللعاملين فيه ونموذج احتذى به. فطبعا أنا كعضو في نادي سموحة ولي الشرف أن أكون رئيس نادي سموحة، أنا فخور أن الكابتن محمود الخطيب موجود معانا، وهو مش أول مرة يجي سموحة، هو جي سموحة قبل كده 3 مرات، هو دايما بيجي كأخ وكصديق وكمحب وكإنسان مصري قبل أي شيء. فأنا مش هطول عليكم بقى ومش هقدم الكابتن محمود الخطيب، لان هو مش هيتقدم في وسط اهله وفي وسط اصدقائه وفي وسط احبائه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا في البدايه انا سعيد جدا ان انا موجود في صرح زي اللي انا شايفه ده النهارده، ويمكن العلاقه اللي بتجمعني بين المهندس فرج الحقيقه هي مش قبل ما تكون علاقه يعني تتبع وظيفتنا ان احنا بنمثل أندية في مصر، أندية كبيرة، هي علاقة صداقة قبل ما يكون هو رئيس نادي وقبل ما انا اكون رئيس نادي، وده شيء بيسعدني وبيشرفني. يعني الحقيقة يمكن برضو هو اثنى عليا كتير يعني، ولكن اتمنى اكون استحق هذا الكلام يعني. لكن المهندس فرج كمان النهضة اللي شاهدها نادي سموحة الفترة اللي فاتت نهضة كبيرة جدا وملموسة لكل المجال الرياضي ومجال الاقتصادي اللي حدث في خلال الفترة الزمنية الطويلة اللي فاتت، منذ ما فكر هو في كيفية مزج الرياضة بالناحية الاستثمارية، أعتقد ده أمر نجح فيه نجاح كبير.
احنا طبعا كنادي اهلي بنبقى سعداء جدا جدا ان احنا نكون متواجدين مع كل الانديه المصريه، لان احنا بنعتبر نفسينا نسيج واحد كلنا. النادي الاهلي ليه مسؤوليه كبيره، وكل الانديه المصريه في تقدير ليها مسؤوليه كبيره جدا مع قطاع مع الاجيال كلها، الشباب، القطاع الثقافي، قطاع العائلي جوه الانديه، الاجتماعي، السياسي، كل حاجه. احنا لينا دور كمنظمات رياضيه ان احنا نتعاون مع بلدنا بالاسلوب وبالشكل اللي ممكن يفيد المجتمع كله، وان بلادنا ليها اكتر من مجال. مجال الرياضه مجال اعتقد ان هو مجال مهم، ان احنا ازاي كل واحد مسؤول رياضيا في الدوله يحاول بقدر الامكان يمشي ويتبع النهج وسياسه الدوله في كيفيه الارتقاء بالعنصر البشري في بلدنا عشان تكون بلدنا ان شاء الله في احسن حال باذن الله. يعني انا حيمكن النهارده موجود في الاسكندريه بدعوه طبعا كريمه من مهندس فرج، يعني اخويا مهندس فرج، دعوه انا بعتز بيها جدا، بس بقى في حق لازم يزورنا كمان في النادي يعني ان شاء الله يعني. ويمكن برضو يمكن انا بكره ان شاء الله كمان اخونا العزيز محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد برضو داعيني في نادي الاتحاد، فده شيء بيسعدني جدا ان احنا نتواجد. فاضل بقى الانديه سبورتنج وكولومبي، احب ان احنا يعني نتواجد نتواصل مع بعض ان شاء الله، نتواصل مع بعض ان شاء الله المره اللي جايه ان شاء الله يعني. ولكن برجع تاني اكد على مسؤوليه الرياضه والرياضيين في كيفيه الالتحام مع اجهزه الدوله في خدمه الوطن يعني. اشكركم جدا وان شاء الله نكون على قدر هذه المسؤوليه باذن الله. شكرا، السلام عليكم. شكرا طلعوا شعاد ده هنا طلعوا شعاد ده ان انا جاي مش عارف عشان اتعاقد مع المهندس فرج عشان يلعب معنا السنه الجايه. يعني عايز نتحرك ازاي؟ يلا اتحرك يلا. عايز برنامج 10 دقايق بس يا كابتن، 10 دقايق كده هنفرس فرج صدق النادي وعلى بعض فضل. بس حدش بسرعه، ابتدي يلا راجع من الاول، خلي صدق بس علي الصوت، علي الصوت، هات من الاول، من الاول، هات من الاول. هنيدي ستك الفيلم ده
هاتوا من الاول من الاول لو سمحت بسرعه من الاول رجعوا لو سمحت الفيلم من الاول لو سمحتوا يا جماعه فين هو الفيلم عايزين هنا لا 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 هنا هاتوا هنا 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 سنة سنة وقف وقف يا وقف حتى افترجعوا من الاول ولا تعرفش اول يا ابني لا وده دي حسن لا بس عشان الناس تشوفها لا هات من الاول تعرف ترجع من الاول هنا هنا رجع من الاول علي بقى في مستشفى صوت مش واضح يا حبيبي ادي للكابتن الشريط يلا اتفضل كده بس عايزين ايه عايزين يعملوا معاك لقاء فين حاضر ليا الشرف يا ابني بعد بشوفك حاجه بقى والله شكرا تيجي معاك امتى امتى بعد الزياره خلاص ان شاء الله وطي ده بقى وطي ده وطي ده هترجع من الاول رجع من الاول بص يا كابتن اهو وقف ده وقف بص يا كابتن وقف من غير صوت من غير صوت كابتن في حاله صعبه جدا امنع عن اي مركز شباب يعني نشاط او في نشاط مكون ناس كثيره جدا غير سعداء انها تكون اعضاء في نادي سموحه بالرغم ان لو رجعنا قبل كده كان نادي سموحه ده طبعا كان بيقيس مستدعى او في شباب أعضاء فنادي سموحة فرغاني باشا أنا شفت فرغاني باشا فنادي سموحة واضح الصوت فنادي سموحة وقلت لك فنادي سموحة ده كان بيقام في السبعين دولي أنا شفت من عندي 9 سنين شفت كان بيقام في السبعين دولي من دول كتير قوي فلما حصل الشيطة كان خرابة كان خرابة أنا شفت شفت المشكلة انه احنا نبدا نقول لا النقلة جبارة صرف عليه مليار و100 مليون جنيه مليار ونص في الموارد حاجة شيك قوي 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 لسيادتك الفيلم هذه لسيادتك الفيلم كان في والمدرجات دي كانوا مليانة بقى تذاكر السبق إلى آخره إلى آخره بس ما كانش في مكان لما يتمرنوا فيه وكانوا يتمرنوا فيه 11 حاجة محدودة جدا 24 لسه ما فيش أي فرق عندي برج العرب اتعمل اشتغل سيئات أيضا أنا أفتكر إنه ما كانش فيه مستوى 230 فنان هناك 150 ألف
عندنا قطاع الكربون نادي سموحه. اول حاجه احنا فكرنا فيها نعملها اللي هو المظهر العام الخارجي. فاول حاجه يعني انا عملتها طبعا بشكر زملاء طلبه الاداره. تسع جيمات الخارجي من البيت والسور بتاع النادي تم عمليه الترميم للسور وتم حاجه شيك جدا الانترنت بتاع السور الخارجي للنادي. وكان النادي ده عدد اربع صالات او ثلاثه وكان في نزله على باب ثلاثه. الفكره دي مني تحت ياخدها الى اخره لدرجه حتى يعني لما انا جيت انا واقول لك مدينه الزهره كان مقتطع من النادي ده حوالي 8 فدان اللي هم يعني عندي الفلوس اللي هو اجمل فيهم حمام السباحه اللي هم على كده كان مقتطع حوالي مجمع السباحه الدولي الوحيد في مصر اللي هم وحيد الارض المحترمه طبعا الثانيه اللي بنى فيهم الصرف المغطاة. وكان في ارض ثانيه مضمونه هذا للقطاع اخرى ثانيه. فاحنا انا زودت المساحه بتاعت النادي وكان في قرار كذا صاله مغطاه في محلي اسكندريه بيقولوا ان في مقتطع 58 فدان من نادي سموحه لاقامه مركز شباب اللي هو زي مركز شباب الجزيره. بارك بيه يقول لي اللوجو ده مركز الشباب ده ولذلك كانت ده كل كام سنه بس احنا عشان نغير ده جبنا برشلونه ومدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وميلان واياكس جبنا كل الناس حطينا الروح بتاعهم حطينا الروح بتاعنا جبنا شركه فرنساوي غيرت وعملت لنا ديزاين جديد ولقيناها في الشركه اللي كانت شركه فرنساوي. ايه رايك يا جمال بيه؟ اللي جت لجنه المراه كان ليها سيطره كبيره قوي على النادي على جزء كبير قوي من النادي. لجنه المراه كان ليها جزء برضه سيطره على حاجه شيك جدا. بقى حاجه شيك جدا. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يكرمك. والدوله ما دفعتش ولا مليم. الملاعب ما كانش فيه ملاعب كانت حاجه مسيطره. لا كام؟ 74,000 الاشتراك 260 جنيه. الاشتراك السنوي. السنوي 260 جنيه. 2500 عيلة راجل ومعاه ولاده ومراته. 5000 في أمريكا. أنا كنت عرفته من سبع أخوات العرب والعرب الشريف وطلبت منه هو يرسل خريطة للنادي كلها ويعمل تصور للنادي كله. بس عدد الألعاب كتير أوي يا كابتن، عدد الألعاب كتير جدا. افتكر انه كان حوالي وشويه مليون. كانت طبعا الالعاب مش قادر اقول لحضراتكم ما كانش بيلاقي في صور للحاجات دي. فكانت الناس كلها بتسخر من الكلام ده. يعني دي مجرد رياضيه لكن الناس عاشت على امل ان ممكن ده يحصل. فانتخبتني انا عندي دي حضانة الاطفال بتلعب مجانا من غير ولا مليم. وطبعا اتعمل هذا المخطط في صاله ثانيه. اول حاجه بعد تصدين رياضيه الكبار قوي المقطع اليمنى اللي هي اتعملت الموجوده دي قدام حضرتك الاطفال وكنا في الصاله دي. وابتدينا طبعا ان احنا مشينا لغينا كل العلمات الاساسيه. عندي 14 ملعب كوره 14 ملعب كوره 22000 و500 كان في 12 ساعه
ما أنفع بالمال في سلوك الدنيا في شخصيتي على رأيك الدنيا على مستوى الاجتماعي الدنيا وكان من ست وزنع في السلام المحلوم وطلب من الأرجاء المفتولة في السلام المرجع في شهد القدرة الودي ده يتعامل لأنه كان فيه القدرة على اتخاذ القرار ندتي جنجل غابة غابة عندنا حضارة منيحة معدين ما شاء الله سحب بس كابت الفلوس ده ما كانش حتى في مجالي كان هنا بيربوا الغنم الأرض اللي اعتمدنا عليها عشان تعمل اه بس الفلوس وبعدين حضرتك ما عنديش أما بدأت أنا ما عنديش براند ولا عندي حاجة وكان الجمال موجود قبل النادي ده هنا كان حاجة جامع مهدئ ويعني ما كان زي النعايم كده ما كانش له أساسات فكان يعني وكان طبعا فكرة الجامع اللي أنا بنيته أنا عملت حاجات كتيرة فأنا خدت الناس اللي عملت وبنيت هذا الجامع على نفقتي الخاصة وبنيت الحديقة دي اللي هي حديقة الأطفال دي أنا عملتها على نفقتي الخاصة دي كان مصممها الدكتور عمرو الشريف والجامع كان مصممه الدكتور عمرو الشريف وابتدينا طبعا دي في 24 مطعم بس مطاعم كبيرة مساحة كبيرة أوي ما شاء الله مفيش مشروع احنا كل حاجة معانا فلوس ما كانش معانا فلوس أبدا 24 مطعم كبير منافس مشروع كل مشروع لا هو ما عنديش أكشاك كده مؤقتة مش كتير 15 16 17 كانت حاجات أسامي كتيرة مشهورة مشهورة عندي كل الماركات المشهورة دي حاجات كتيرة بحيث أنت عامل إزاي؟ الماركت اللي عندك بيقول إنك مش كام على واحدة مفيش 2800 3000 بس كمان بقى إيه؟ أنا محافظ على الشكل النادي ثلاث صالات بلياردو أربع صالات كبار كنا كل حاجة مشهورة حاجات شيك أوي 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 المبنى ده كان متهالك كان واقع كل ده الوحيد اللي كان في النادي كان عندي صور بقى للنادي زمان مسخره وبنينا مصيف شيك جدا البنك الاهلي ركب عليه نعم البنك الاهلي حاجه ثانيه ما عندناش البنك الاهلي بس بيدفع 3 مليون جنيه البنك الاهلي بيدفع 3 مليون جنيه بس بيدفع كام سنه يعني؟ سنه 3 مليون شوف ستك صلاه سنة 36 لا في الشهر في السنة في السنة في السنة 3 مليون في السنة 10 سنين يعني 30 مليون ولا حاجة لا أصل لسه عامل الأهلي مصر لا أصل الأهلي ياخد ال 30 مليون دول في السنة لا احنا واقعين 10 سنين خدت منهم 35 مليون جنيه
يعني جاهزين وزير الشباب والرياضه طبعا الوزير
أشرف دكتور أشرف صبحي وزير الزراعة طبعا دكتور سيد بن قصير طبعا أنا بقدم الشغل بقدم الشغل طبعا لرئيس المدير عام مكتبة الإسكندرية الأخ العزيز الفاضل المثقف العالم الدكتور مصطفى الفي. فخم جدا عندنا هنا اوتيل 104 اوضه هنا لا اكتر 190